ما كيدرش فيها الماء شويه مي انا كنقول ما كيدرش فيها فضحتينا صافي قلت لي ما غنديرش فيها الماء السلام عليكم غزالات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير شميشه عرفتوا خرجت نشرت الحوايج شميشه زوينه برا والله العظيم الا عاديه البحر ديري لاباس عليكم ما كيبان ليا والو دايره اموركم بخير على خير دايرين مع البركه في الدار ايوا الحمد لله هادشي اللي كاين المهم بغيت نسلم عليكم هكذا بغيت غير مابغيش نطول لكم بزاف ان شاء الله تقضيو معايا هذا النهار اولا هذا الفيديو هكذا يعجبكم ويكون خفيفه ظريفه عليكم ويلا نبداو ببركه الله ما تنساوش تخلوا لي التعليق ديالكم تخلوا لي الدعوات ديالكم وشكرا للدعم ديالكم شكرا للحب ديالكم اللي دائما كتخليوه ليا يلا نبداو المهم الغزالات ديالي غدا ندير اول حاجه غدا ندير ليا اللوبيا مع الحيمات باش ما نبقاش بجا لانه نهار اللي كيطيب محمد كان سخف فلهذا انا صراحه كنت مشهياها يعني الاكله جوج اكلات اللي كنديرهم يمكن بزاف في الاسبوع هو الكسكسو واللوبيا اعزاز ليا فقلت خليني ندير اللوبيا قبل ما ينوض محمد قبل ما يدخل الكوزينه درتها ورديتها فوق البوطه صافي هنا كاينين الحيمات يعني قطع ديال اللحم صغار هكذايا درت فيهم شلطت فيهم واحد البصله وبشرت طماطم درت الثوم ودرت شويه ديال زيت الزيتون صراحه البنات هاد زيت الزيتون جابها ليا محمد من هنا ولكن من طريق يعني من بحال واحد الضيعه اولا واحد القريه هنا في البرج والله العظيم بحال ديال المغرب بالضبط متشبعوش منها صافي هنا كندير البهارات ديالي درت شويه ديال الفلفل الاسود شويه ديال الكزبره شويه ديال الشطه شويه هذيك الشطه اللي عندي راه ما حارش نهائيا غير كتعطي واحد الطعم صافي شويه ديال الملحه وداكشي اللي درت في الاول الثوم والبصله وطماطم صافي هذه هي الطريقه ديالي كنخلي هذوك الحيمات كيطيبو هما الاول واخا هي كتجي خطيره بالقديده البنات ولكن درت هذه الحيمات ان شاء الله مره اخرى نديرها بالقديد صافي وكنردها فوق النار حاجه اخرى بغيت نقولها لكم ان تما كانت عندي اللوبيا مرقده كنرقدها واحد الكميه شويه النص كنديرو النص كنديرو في كيس كنديرو في فريزر وقت اللي كنبغيها كنلقاها جاهزه فقط كندير لها الصلصه صافي وكنطيبها هذا الحميه لا لحم المهم هنا بلاص محمد غادي يدير هذا الحميه لحم ولا زعما الخلطه شنو الخلطه البودر بالي لحم بهارات هندية شنو البهارات اللي درتي فيه؟ بهارات هندية اللي في الكيس؟ بهارات هندية هذا فيه بهارات هندية؟ وفيه دانون سوس أو علبة زبادي وشنو خوت صغير من الحوم؟ بس لا مفيش منها ريحته زوينة راه فيه ريحة الكاري إلا ما كايناش هذيك البهارات كديروا غير البهارات العادية تزيدوا عليها الكاري فوالا راه كيشبع وفيها بلاش فيها الفلفل عليها الفلفل حارة الفلفل حلوة عليها فصل وثوم طماطم وخضر مطيش مطيش ولا المعدنوس ولا البقدونس وغادي يدير واقيلا الصلصة أنا غادي ناكل لوبيا بحال هكا خلي الزيت من الجهة الأخرى الخل زوين راه يطيب لك الحم كنت شتي الحم كنت شتي شوف طيب نكرة بيها واصلا خاص البنقوت والزيت العادي النباتي يا بارك 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 مش دعوان يلا هاد عمل الحال خلاص بارك عمل الزيت بزاف ديال الزيت صالونه، شنو نقول لك في صالونه هندي؟ اه صالونه لحم هندي تاكل مع الرز؟
لا مع لا ممكن مع الرز ممكن مع الخبز. ما دام الرز جايش هذا أول شيء. هذا أول شيء. بس كده أطلع. هذا أول شيء. هذه البصلة والثومة وتحمروها شوية. البصل شوية يتحمر يعني، وبعد كده نحط اللحم معاه اللي هو ده لحم المنظر كده يعني، بس عشان عندي زبادي وعشان نخلط البهارات بتاعت المنظر. وعشان يترفع في البيت. نخلط البيت. مكان جنبوها شوية مع البصلة. ونسيبوها ايه؟ شوية على النار معاها. زي عندنا في مصر كده حاجه اسمها كباب حله يعني، شبهها شويه. عاملين بقى في الشغل ده. بلاك بلاك وده بلاك بلاك بلاك. كباب حله من غير زيت. بس كده. ايه؟ ازاي؟ يعني بلا غير بهارات بس وما فيش ما فيش طماطم كتير. لا بس كده بس لحمه. شويه طماطم. قدر ما تشرب وفي الفلور بتاعتك بالحميات. شطيب اللحم يعني ياخد نص سوا حتى شويه كده عشان ايه؟ بعد كده ما يطولش مع الطماطم والحاجه دي. سيبيها شويه. ورا نقصه نقصه للبطيء يعني كده تبع لنا هاد حشو كده. ولا حشو هنا. باش انا ما ناكلوش. لا انت تاكل يا ساكر بالله. ناكلوا فيها اكلوا ديال الزيت ناكلوا هنا. ما غاديش نقدر ناكل الحال انا ما ندير الرز. او الرز هذا كل مع الرز هذا. او يا ريت. انا نديرو على قبل اش بابا يا نديرو على قبل اللوبيا. بابا ناكل ياكل فطور. لا شغاله وساكته. شغاله ساكته ولكن ايديها مو عاق. بس الايدين ما
المنظر كبير ان شاء الله. المنظر العام هادي غير عجوه منا حنا شحال حنا عجوج ندير لك تسكيلو ديال اللحم الصغار هاد مين جات شويه تاخذ البطه كلها لا بس عندي ملاحظه ما تهروش في الاخر حنا كده عليها في الاخر حركه في حركه صافي تيجي تنصر باش ما يلصقش وراك شنو قلت لك انا خذ هذا وهذا ما كيلصقش لا لا عشان عارفه كاين هذا زبادي حطيت لا زعما ما بغيتش يتحط منه يعني بحال هاد المطاعم كيديروا زبادي بالزبادي معاهم احط الطماطم معاها برضو شويه ثاني ثاني والفلفل امتى هي الاخرى زين شنو غتعملوا شنو ما باقي هذه ما كاين ما كيديرش فيها الماء شويه مي انا كنقول ما كيديرش فيها وضحتينا صافي قلت لي ما غنديرش فيها الماء لا ندير فيها ويلي ضيحه دي اصلا راه فيها راه عرفتي ماشي نزول شي حاجه اللي ما تيكونش فيها الماء والله حتى تكون بنينه باش صغيرين باش نشوف الكبار ولكن نقول لهم ما كيديرش فيها باش جاي تفصيل عامر واحد المرة تسوي ان شاء الله ان شاء الله المهم الناس هذا الرز تتغسلو مزيان انا ما درتوش كيسان هما ديال الاسهل كديرو جوج كيسان كديرو مع 4 ديال الكيسان ديال الماء تقريبا لا ماشي 4 كل كاس ديال الرز لي كاس ديال الماء يعني 3 اه اي نظاره نظاره لاصقه في ديك الفيوزه اللي حدا السرير بعد كده نحط الفلفل زيلو هاي الفلفل فيها حارة ولا ولا؟ حلوة حارة حلوة حارة ملي ودي نحط ايه؟ نحط ودي نشرب صح يا
مش صلصة مهم البنات محمد مشى كيصوف السلطه كتكون هكا قطع كبيره ماشي صغيره فكتجي زوينه بهالطريقه هي ان شاء الله في الاخير نوري عليكم. ان شاء الله خير ريدي باينه برضو بعد شحال ساعه ساعه ونص نحطو شويه قولي لي ساعه ونص من انت من الربعه الله يجيني الجوع طالي ماين هذي اخر خطوه الربيع ان شاء الله هذي الربيع برضو قال البقدونس معدونس بقدونس لا ولا كزبرة ولا بقدونس دي دير في ريحة اسمها لا هو كزبرة أنا لقيتي طابت عصر لا قدرت عصر ديال الكوكو والبرتقال كيف باين ها؟ كيف باين؟ واش تبان ديك اللحمة والله منظرها زوين صراحة دقتيها محرش شوي هادي اللوبيا وصافي السلطة درتي فيها الزيت شوي زوين ولا تزوين؟ أقول إن شاء الله. والله تبنينا محاراش هذا عصير ديال الليمون ما درت فيه ليمون والخوخ والحامض. يجي زوين.
ولكن ما قال لك هي تتفاعل بالخبز احسن. المهم غزلت ديالي تغدينا الحمد لله. الصراحة ديك اللي دار محمد سميتها صالونة صالونة جات بنينة جات بنينة والله العظيم بنات غير جربوها. ما جاش حارة ماشي حارة غير هي فيها البهارات بزاف صراحة. أنا ما كليتهاش المهم ما كليتش منها غير دقت شوية درنا معاها زعما الصواب وصافي. ضربت ديك اللوبيا ديالي حتى هي غزالة عرفتو في الآخر البنات درت بزاف شوية ديال السمن السمن المغربي ديالنا حتى هو جاب طعم زوين. هادشي اللي كاين المهم غادي نجمع هادشي ناكل شويه ديال الديسير وصافي. هادشي اللي كاين هذا النهار المهم كنتمنى يكون عندكم هاد الفيديو ما غيرت معنا جو شويه ما فيش شي حاجه بزاف لكن كنتمنى هكا تكون غيرت معنا جو شويه ونسنا بعضياتنا وان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني. المهم شوفوا شنو انواع الفيديوهات اللي تبغوا البنات نديرو ليكم خليوها ليا في التعليق شنو اولا عندكم شي طلبات ولا شي حاجه خليهم ليا في التعليق ان شاء الله نديرهم معاكم. المهم انا دابا عندي الغدا ديالي يومين مازال على ديال اللوبيا ان شاء الله نتغداو منها حنا غير ثلاثه ماشي بزاف كندير انا يعني دائما كندير فاش كندير الماكله كندير ديال يومين اولا كاع حتى ديال 3 ايام الا بقات ديال 3 ايام كناكلوها ما كنرميوهاش بقات الرابع يوم كنخليها في الثلاجه اولا كنديرها في علبه هكا كتحط في الفريزر اولا في المجمد وملي كتبغيوها كتجبدوها واحد النهار ما باغيش تطيبو ما بيكون ما يطيب كتجبدوها وكطيبو صافي. هادشي اللي كاين البنات ان شاء الله غادي نجمع هادشي غادي نمشي نرتاح غير غنحطو في الصلابابو ويغسلو محمد اللي كيغسل البان صافي وغادي نمشي نرتاح واحد شويه ونلتقى معكم في فيديو ثاني. يلا باي باي.